كلودي، النزوح في هذه المنطقة في شبعة في جنوب لبنان طواعية، الجميع يأتون إلى هذه المنطقة طواعية للنزوح إلى بلداتهم في سوريا، أم هناك ضغوط من قبل الأمن اللبناني أو حتى الحكومة السورية؟ بكل تأكيد هذه العودة هي عودة طوعية، والدليل أن الكثيرين ممن أتت أسماؤهم ضمن اللوائح التي بها أتى بها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الأمن السوري، عدد كبير من هؤلاء لم يأتي إلى هنا لإتمام هذه العودة، وهذا يؤكد أن هذه العودة طوعية. الخصوصية هنا في هذه العودة من شبعة أن كثيرين من النازحين ليس لديهم إقامات شرعية أو أتوا إلى هنا من خلال المعابر الجبلية، عندما نزحوا من سوريا ليس لديهم إقامات أو لم يجددوا إقاماتهم، وسوف يأتي عبورهم إلى سوريا من خلال نقطة المصنع. هذا الأمر سوف يسقط كل المتابعات بحقهم، وهكذا يدخلون إلى سوريا من دون أي ملاحقة من هنا، طبعا إذا لم تكن لديهم ملاحقات أمنية أو إذا لم يكونوا مطلوبين من الأمن اللبناني. هذا الأمر يعني يضع الكثيرين من النازحين السوريين أمام خيار العودة إلى سوريا إذا كانوا قد أتوا إلى لبنان من خلال طرق التهريب. طيب، على ذكر ما تفضلت بذكر يا كلودي عن مفوضية شؤون اللاجئين، لما لا تشارك في عمليات العودة أو النزوح إلى بلدات هؤلاء في سوريا؟ ما هو السبب؟ لما فقط تكتفي بالبيانات أو بالرقابة من بعيد؟ هم يتابعون أوضاع النازحين هنا، مفوضية اللاجئين لديها فرق هنا موجودون في هذه الثانوية لمتابعة أوضاع النازحين، وخصوصا للتأكد من أن الأطفال لديهم أوراق ثبوتية وبأن كل الإجراءات هذه الإجراءات الضرورية من أجل التعريف عنهم في سوريا هم يمتلكونها، خصوصا من ناحية الأطفال، ويسألون النازحين إذا ما كانوا سيعودون إلى أماكن يعرفون أين سيقيمون، لأن الكثيرين من الأبنية التي سيعود إليها هؤلاء السوريون في منطقة جبل الشيخ هي أبنية مدمرة ولم تهدأ فيها الحرب إلا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر. هم يتابعون أوضاع النازحين ولا يشاركون في هذه العودة لأنهم يريدون التأكيد بأن هذه العودة يجب أن تكون طوعية 100%، وهي كذلك طبعا كما نحن نلاحظ من خلال مشاهداتنا هنا. كلودي أبي حنا، مراسلة الغد، أشكرك على ما تفضلت به.